وجدت مذيعة قناة تيرتيل الحكومية التركية تيجان كراش نفسها بشكل مفاجئ تعلن على الهواء مباشرة سيطرة الجيش على البلاد وإيقاف العمل بالدستور وإعلان الأحكام العرفية، لتتحول هذه المذيعة بالصدفة للوجه الأول للانقلاب في تركيا. روت تيجان كما العاملون في المحطة التلفزيونية أن 4 جنود دخلوا بالقوة وأجبروها على تلاوة بيان الانقلاب تحت تهديد السلاح قبل أن ينقطع البث. لكن وبعد لحظات اقتحم عدد كبير من المواطنين الأتراك مبنى التلفزيون بكثافة، فاضطر الجنود للانسحاب. ظهرت تيجان مجددا وسط تجمع من الناس في استوديو الأخبار لتتحدث على الهواء مباشرة عن تفاصيل اللحظات الأولى لإعلانها الانقلاب، مؤكدة أنها أجبرت على فعل ذلك تحت تهديد السلاح. المذيعة نفسها أطلت بعد ساعات قليلة لتعلن فشل الانقلاب، وذلك بعد أن نجحت القوات الأمنية التركية استعادة السيطرة على القناة وإعادة البث الذي انقطع لفترة وجيزة. ماريا شحادة، العربية.